ويسعد لي اوقاتكم جميعا. اليوم بسوي معكم حلا سريع وسهل ويمكن قديم بس انه لذيذ. راح اسوي حلا دوار الشمس، حلو بالتقديم ولذيذ بنفس الوقت. اللي راح احتاجه بسكوت، اي بسكوت شاهي. انا هنا استخدمت لو تشوفون بسكوت ميموري، طحنته وخلطته مع نص قالب زبده وملعقه قشطه، وجبت قوالب الكب كيك زي ما تشوفون، حطيت عليه ورق الكب كيك وحطيت فيه البسكوت بعد ما طحنته وخلطته مع الزبدة والقشطة. هذا هو البسكوت اللي استخدمته، بس ممكن تستخدمون بسكوت دايجستيف، أي بسكوت أنتوا تفضلونه، بس هذا اللي أنا استخدمته. وزي ما قلت لكم حطيت مع زبدة نص قالب زبدة تقريبا، وطبعا بحرارة الغرفة، وملعقة قشطة، وصارت زي العجينة كذا وحطيتها بالقوالب، ويكون هذا شكله بالقوالب. طبعا لازم نستخدم هذا الورق علشان بعدين نفكه ويعطينا شكل وردة دوار الشمس. وللطبقة الثانية بالأكواب المعيارية عندي هنا كوبين ونص حليب بودرة، وهنا 3/4 الكوب سكر، وعلبتين زبادي راح أخلطهم بالخلاط، وراح نضيفها لطبقة البسكوت وبندخلها الفرن. بعدين راح نضيف لها بسكوت الأوريو، شلت الكريمة اللي من داخل عشان نحطها على وجه الحلى. والطبقة الأخيرة اللي راح نضيفها اللي هي حنغلي كوب ونص موية مع ظرف كريم كراميل، وراح نضيفها كطبقة أخيرة عشان تعطينا شكل دوار الشمس. هذا الخليط بعد ما خلطته أضفت كمان للمقادير وللخليط نفسه 4 حبات كيري، يعني عشان برضو تعطيها طعم. نصب الخليط بالقالب بس إلى النص، وهنا زدتيها علشان لسه في عندنا طبقة ثانية. خلاص كذا عبيت القوالب. أنا سخنت الفرن من تحت، الحين راح أطفي النار من تحت وأحط الشبك على أسفل الرف وأولع النار من فوق على نار هادية، بس أبي الطبقة هذه البيضة تتماسك، ما أبيها تتحمر، أبيها بس تتماسك، ولا ودي الحرارة تجيها من تحت عشان البسكوت ما يتضرر. دخلت الصينية لو تلاحظون على آخر رف، طفيت النار السفلية وولعت العلوية على أوطى درجة. شوفوا 5 دقائق بالضبط أخذت، أنا ما أبيها تتحمر، يعني شوفوا هذه الجهة تحمرت غصبا عني، عاد صارت أنا ما أبيها تتحمر، أبغاها زي كذا. خلاص صفيت الأوريو زي ما تشوفون، الحين راح أسوي الطبقة الثالثة وهو عبارة عن ظرف كريم كراميل مع كوب ونص موية، أخليه يغلي وبعدين نصبها على وجه الحلى. هذه الكريم كراميل بعد ما بدأت تغلي، الحين راح أصبها فوق كوب الحلى وندخلها الثلاجة. بديت أصب كريم كراميل فوق أكواب الحلى كطبقة أخيرة وبعدين ندخلها الثلاجة. وهذا حلى دوار الشمس بعد ما طلعته من الثلاجة وشلت الورق. طبعا ورق الكب كيك يعطيه شكل زهرة دوار الشمس، تشوفون جمالها. على فكرة الحلى هذا لذيذ، ينفعكم تسوونه بالويكند. يلا وبالعافية على قلوبكم.